الكلام اللي ما تحسب له حساب في قلب غيرك ما يمر بسهولة. اجعل مع العالم تعاملك من باب اللي ما ترضى تسمعه لا تقوله. الله. بهذه الأبيات البسيطة الأخوة المشاهدين نرحب بكم مجددا في برنامجكم وبيتكم ومكانكم الثاني، برنامج وسم، ويا هلا فيكم ويا مية مرحبا. نسعد دائما باللقاء معكم من خلال هذه الشاشة المباركة ومن خلال هذا البرنامج اللي نحرص صراحة أنا وأخوي أبو عبد الله وجميع العاملين في هذا البرنامج على إضفاء البهجة والسرور والسعادة على مسامعكم وعلى قلوبكم من خلال اختيارنا للمواضيع القريبة من واقعنا وواقعكم. ونرحب في الأخ الفاضل الممتع أبو عبد الله ونقول لك الساعة المباركة. يا هلا ويا مرحبا فيك، حياك الله أخوي أبو مطلق، وأنا أكثر سعادة واستفادة من الجلوس معك الله يعزك والاستماع إلى أحاديثك الجميلة وانتقاءاتك المتميزة. اليوم أخوي أبو مطلق أنا أود أن أخص هذه الحلقة بحديث كعادتنا بين حين وآخر، إن نحن نتخول إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات بجرعة ثقافية بالحديث عن كتاب من الكتب، خصوصا أن اليوم أصبح في اهتمام وعناية بالقراءة. هناك دور نشر جديدة تفتح عندنا هني بالكويت وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي، وبالإضافة إلى أن في هناك أنشطة ذات ارتباط بالكتاب والقراءة أيضا في حالة من الازدياد والانتشار، مثل الجلسات القرائية والنوادي القرائية، وبالذات في فترة الصيف هي فترة مناسبة لأن يضع الإنسان له جدول، بالذات الشباب، جدول من القراءات، اختيار الكتب النافعة لقراءتها والاستفادة منها واستثمارها فيما بعد، لأن كل كتاب عبارة عن لبنة من لبنات البناء المعرفي لكل إنسان. اليوم أنا أبي أتكلم حول كتاب غير عادي، كتاب رائع، كتاب مفيد، فائدة كبيرة جدا ما شاء الله، وفي عالم اليوم بشكل كبير جدا نستدعيه. صحيح هو ما كتب اليوم وما كتب في الفترة الأخيرة، يعني منذ زمن، وهو مخاض لإحدى الأحداث العالمية الخطيرة والمهمة والتي بنت مستقبل العالم. الكتاب هو هذا الكتاب، الإنسان يبحث عن المعنى. الإنسان يبحث عن المعنى. هذا الكتاب كتبه عالم من علماء النفس، كان في البداية هو أستاذ في علم النفس، اسمه فيكتور فرانكل، دكتور فيكتور فرانكل. هذا طبعا كان إنسان له شخص وله اعتبار، له احترام، له تقدير. بين غمضة عين وانتباهتها أصبح مجرد رقم، نمرة، حتى اسمه ألغي. هذا في زمن الحرب النازية المعروفة، أخذ فاعتقل وألقي في السجن في المعتقل، وعومل معاملة أنكى وأشد من معاملة الحيوان أجلك الله، اللهم استعان، وعذب وأصبحت عليه مجرد خرق بالية، وبعد أن كان يأكل الأطعمة الحلوة أصبحت في مخباته خبزة جافة يعرض فيها طول اليوم، هذه غداء أو هذه عشاء أو هذه ريوقة. تبدلت الأحوال وأصبح يساق قسرا من سجن إلى سجن ومن معتقل إلى معتقل، إلى أن حبس طويلة في حبس انفرادي. نظرته النفسية في السابق بناء على مدرسته النفسية اللي كان أو دراسته النفسية، كان يقول بأن الإنسان إذا مر في مثل هذه الأحوال راح يزر عقله، راح يجن. طيب. اعتقل وظل مدة طويلة في السجن، وطلع من السجن وعقله، قواه العقلية لا تزال موجودة، فبدأ يبحث ما هو السر الذي جعله يحافظ على قواه العقلية، ليس هو فقط لكن آلاف الناس كانوا مثله حافظوا على قواهم العقلية. ما السبب في ذلك؟ هو أنه اكتشف أن للحياة معنى. طبعا لابد أن احنا نستحضر
سيرة هذا المؤلف أو هذا العالم أو هذا الأستاذ الجامعي اللي أصبح بعد ذلك عالم من علماء النفس، رائد لمدرسة نفسية اسمها مدرسة العلاج بالمعنى، العلاج بالمعنى بالمعنى، لأنه كان في السابق ملحد لا يؤمن بوجود إله، والذي لا يؤمن بوجود إله بطبيعة الحال يعني تراكمية المعاني تؤدي به إلى أن الحياة ما لها معنى، الحياة ما لها معنى، لأن ما في خالق ونهايتنا راح تكون كلنا سواسية، نصبح تراب وما في بعث من جديد ولا مساءلة يسأل الإنسان، فبالتالي الحياة ما لها معنى. صح. كان هذا الشيء اللي يعتقده قبل أن يعتقل، لكن عندما اعتقل تبدلت المفاهيم والمعاني واكتشف أن للحياة معنى. يعني يمكن الحديث يطول حول هذا المعنى، لكن ربما بعد الفاصل بإذن الله. يا أبو عبد الله إن شاء الله بعد الفاصل القصير إن شاء الله نستكمل ما تبقى من هذا البرنامج. الأخوة المشاهدين، كنا وما زلنا نتحدث مع أخونا أبو عبد الله في هذا البرنامج، برنامج وسم، واليوم جاءنا أبو عبد الله في كتاب جميل جدا وعنوانه أجمل، وما زلنا متشوقين للاستماع أكثر من أخونا أبو عبد الله، فنرحب فيك يا أبو عبد الله. يا هلا ويا مرحبا فيك، حياك الله أخوي أبو مطلق. دعوة لنفسي وللأخوة المشاهدين والمشاهدات، الاهتمام في القراءة والاهتمام أكثر باختيار الكتب. هذا من الكتب اللي إحنا طبعا طاقم البرنامج نختار الكتب بعناية، ليس أي كتاب، وهو اللي نرشحه حق إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. لهذا أنا اخترت هذا اليوم هذا الكتاب، أقصد بيان أهمية هذا الكتاب لأن يكون في برنامجنا القرائي. وهو يتكلم على فكرة اكتشفها من خلال وجوده بالمعتقل، كان يظن أن مخه راح تضرب فيوزاته مثل ما نقول إحنا بلهجتنا، زين، بسبب اعتقاله في سجن انفرادي، لكن اكتشف أن وجود معنى في الحياة خلاه يتشبث بالحياة ويحافظ على قواه العقلية، وأن هناك معاني من الأمل، النظرة الإيجابية للمستقبل، التعامل الإنساني اللي كان يشوفه بين المعتقلين، التعامل الإنساني اللي يشوفه أحياناً من بعض الناس اللي معتقلينهم أحياناً، هذا كله خلاه يؤمن بوجود معنى لهذا الوجود. كيف يمكن للإنسان أن يعالج نفسه من خلال المعنى؟ العلاج بالمعنى إحدى المدارس النفسية التي أصبح هذا الكاتب رائدا لها، اللي خلاه يصبح رائد هو مروره بتجربة إنسانية جدا قاسية، وهي تجربة الاعتقال. كيف يستطيع أن يحافظ على نفسه وقواه العقلية من آثار الدمار النفسي؟ مدرسة مهمة من مدارس العلاج النفسي. في الكتاب سرد سيرته الذاتية، تكلم عن يومياته كمعتقل، وهذا يخليني يفتح نافذة على أن هناك فرع من فروع الثقافة والتاريخ. في التاريخ هناك تاريخ للأمم كما هو معلوم، وهناك تاريخ للشخصيات، وهناك تاريخ تتحدث الشخصيات عن تاريخها الخاص. هذا من هذا اللون، هذا اللون الفرع المعرفي اسمه السيرة الذاتية. السيرة الذاتية حينما يأتي كاتب، مؤلف، قائد عسكري، حاكم، أيا كان، أديب، ويدون إيش سيرته الذاتية. نجيب محفوظ المؤلف المعروف، الكاتب الروائي المصري المعروف، ما له سيرة ذاتية، فسئل لماذا لم تكتب لنفسك سيرة ذاتية؟ فش قال؟ قال أنا يومياتي معروفة، أقعد في القهوة وأشرب قهوتي وأبدأ أفكر من أحاديث الناس العامة كيف أني أستطيع أني أصنع لي قصة، فبالتالي ما لي يوميات، بخلاف ما لو كنت أنا قائد عسكري أو إنسان مريت بتجربة الاعتقال والسجن، أو كثير الأسفار فبالتالي ألتقي مع أمم، أو أيا كان من هؤلاء الناس اللي لهم يوميات فعلية ممكن أنهم يدونون إيش سيرهم الذاتية. هذا أحد الأنواع أو الشخصيات اللي يستحق فعلا أن يدون سيرته الذاتية. فهذا لون من ألوان الكتابة أو السياسيين طبعا اللي يعني مروا بتجارب وتحولات
أصبحت لهم رؤى، فبالتالي هؤلاء يستحقون أنهم يقومون بكتابة تجربتهم الذاتية حتى يستفيد الناس منها، رقم واحد من التجربة. رقم اثنين، حتى نحفظ هذا التاريخ اللي ما عاد مجرد تاريخ خاص. يعني هو لما تكلم عن تجربته في الاعتقال، هي ليست مجرد تجربة خاصة، هي تجربة خاصة وأيضا عامة، لأن الأمة آنذاك في زمنه مرت بهذه التجربة القاسية. العلاج بالمعنى شبيه بمدرسة جديدة طلعت في كاليفورنيا في أمريكا، اسمها العلاج بالشعر. جميل. العلاج بالشعر قريبة منها، كيف يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الآلام والمعاناة مالته من خلال أنه يقوم ويدون تجربته النفسية ويسكب التوتر اللي عنده، الحالة النفسية، على الورق، فيبدأ إيش يتعايش مع ظرفه النفسي الخاص اللي مر فيه. هذه مدرسة أيضا من المدارس النفسية اسمها العلاج بالشعر. هني نذكر صراحة قول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. الله أكبر. وربما قول شاعر آخر مرة، الشاعر البحتري كان يواسي صديق له مر في أزمة، فقال له: وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. الله. حديث حول هذا الموضوع أخوي بمطلق يعني يحتاج يطول وقت أكثر، لكن أنا أذكر بأن حديث اليوم عن هذا الكتاب الممتع والرحلة النفسية بما فيها من معاناة ووصول إلى قناعات جدا بديعة ومهمة، هذا الكتاب الإنسان يبحث عن المعنى. قواك الله يا أبو عبد الله. الله يحفظك ويسلمك. جهودك مشكورة. أحسنت. الله يحفظك. بإذن الله نلتقي حنا وياك والسادة المشاهدين في حلقات قادمة.